هي يعني كنت دائما دائما انا لحالي دائما وخجلانه ودائما بطلعش، لكن طلعت ولعبت وتحديت وبتمنى يعني كل شخص من ذوي الاعاقه يعني يطلع الملاعب، يعني يطلع مش خلص يعني ما تفتش الحياه عند خلص ان انا معاقه اضل قاعده في زاويه وانا خلص يعني انا عباره كثير غير ما بعرف انا يعني لما بنزل على الملعب بكون رافع على راسي وبستمتع بنسى عندي اعاقه انا يعني خلص انا معتبره حالي يعني مش من ذوي الاعاقه، ولو حدا مثلا يحكي لي انت كذا او كذا خلص انا هيك يعني راضيه عن نفسي.